السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفة جديدة ضمن معسلات شهر رمضان. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذا المقروط. لك هذا المقروط البريستيج كيجي رائع في المذاق ولا في الشكل. كيجي راقي هكا وزوين، كيجي معمر بالتمر واللوز هكا، كيجي فيه واحد المذاق زوين باللوز مكرمل. وبطريقة سهلة كيوجد دغيا، وبقاو معايا باش تشوفوا الطريقة والمقادير. هنا غادي ندوز معكم مباشره للطريقه، وغادي نذكر معكم المقادير. هنا عندي 600 غرام ديال السميده، هاد السميده الرقيقه ديال الحلوه تكون نوعيه جيده، ديك السميده الرقيقه كاع اللي كنستعمل انا كتجي حسن من الغليظه، كتجي زوينه. خديت منها 600 غرام، وعندي 60 غرام ديال الدقيق الابيض. غادي نحاول ندوزهم في الغربله ونحركهم هكا مزيان حتى ينسجموا لي مع بعضياتهم، وغادي نزيد عليهم واحد الكاس ديال العنبه ديال الزبده، يكون كاس ما عامرش تقريبا ديال الزبده دايبه. وغادي نضيف عليها عاود واحد ربع كاس تاع الزيت، ما وصلش النص صافي. وغادي نبسسها مزيان، نحكها بين يديا حتى كتلبس مزيان بداك الزبده والزيت، وغادي نخليها حتى الصباح. انا هكا درتها في الليل وخليتها حتى الغد اللي بيتها هكا مبسه، باش هكا كتعطيك نتيجه احسن. وغادي نخليها تبات حتى الغد اللي في الصباح عاد نخدم بها. هنا بالنسبه للحشو عندي 500 غرام ديال التمر. التمر خديته هكا جاهز كيكون معجون، من الافضل ناخذو نوعيه تكون جيده، تاخذو داك النوعيه اللي كتكون رطبه ما تكونش قاصحه. عندي هنا فيها 500 غرام، وضفت عليها واحد نص زلافه ديال اللوز اللي هكا حيت لي القشره ديالو حمرته قليته في الزيت وهرمشته هكا يكونوا طريفات صغار باش يبقاو باينين في وسط التمر. وغادي نضيف عليهم واحد نص معلقه ديال القرفه، وواحد معلقه صغيره ديال الزبده، وجوج معلقات ديال الماء الزهر. بالنسبه للماء الزهر انا اللي كنستعمل هذا الماء الزهر اللي كيكون مكتوب فيه كغذائي، كتكون فيه 100% طبيعي، كتكون النسمه ديالو خفيفه صافي. غادي نحاول كان معاك داك التمر مزيان في داك اللوز حتى كيندمج معاه، وكنضيف معاه هنا واحد جوج معالق ديال نسيت ما ذكرتها، جوج معالق كبار ديال الزنجله اللي سبق ليا وحمرتهم هكا صافي. هذا هو القوام ديال هذا العجين، خصو يبقى هكا شاد راسو شويه. الا جاتكم العجينه مطلوقه غادي ديروها في المجمد ولا الثلاجه حتى كتشد راسها باش ما كترطقش لكم هكا في القليان صافي. وغادي نمشي هنا، غادي نحاول نكور داك التمر كامل. غادي ندير فيه انا كل كره ما بين 9 حتى ل 10 غرام صافي. من بعد ما ساليتها كلها غادي ندير ليها نغطيها بسلوفان، وغادي نحطها على جنب حتى نخلط ديك السميده ديالي. من بعد ما خليت ديك السميده ليله كامله هكا مبسه في الزبده والزيت صافي، هنا غادي نضيف عليها واحد راس معلقه ديال الخميره الحلويات وواحد القريصه ديال الملحه، وغادي نضيف عليها واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه. وبالنسبه للسوائل هنا عندي نص، ما وصلش النص تقريبا ديال الماء الزهر، وغادي داكشي اللي بقى غادي نزيد عليه الماء، يعني عندي هنا كاس عامر الا خصني غادي نزيد صافي. كنحرك ديك السميده مع دوك النواشف اللي ضفت ليها، غادي نحركها مزيان حتى يندمجوا ليا، عاد نبدا نضيف داك الماء والماء الزهر. هنا غادي نبدا نضيف داك الماء والماء الزهر بالتدريج حتى نسالي. المهم هنا هاد السميده راه ما كتعجنش، راه بحال الطريقه ديالها بحال الحرشه، المهم كنحركها غير بالاصابع فقط، الا لقيت هكا شي كويره كنبقى هكا ندوبها صافي. هنا زدت كملت داك الكاس اللي درت فيه الماء الزهر والماء في الاول، وضفت نص كاس اخر، يعني زدت ليا كاس ونص ديال السوائل صافي. انا غادي نبقى نحركها غير بالاصابع هكا كيف ما كتشوفوا معايا، وفي الاخر هكا غنبقى نتني غير بهذه الطريقه، وهكا باش ما تبقاش ليا حتى شي كويره ديال السميده في الوسط صافي. وغادي نجمعها وغادي نخليها ترتاح واحد 10 دقائق تقريبا، غادي نغطيها كاف شي سلوفان ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق عاد نبدا نشكل فيها. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا الا شربت دوك السوائل ولات هي هذيك في القوام ديالها، ما كتلتصقش ما مطلوقاش صافي. انا غادي ناخذ الميزان وغادي نعبر. المهم هنا درت في الميزان في الاول درت 25، ولكن فاش جربتها جاتني كبيره في هكا في المقروط، وعاود بدلت درت 23. المهم درت واحد جوج ولا ثلاثه في الاول درت فيهم 25، واللي بقى درت فيه 23 غرام. المهم 23 غرام جات هي هذيك في العبار صافي. غندير فيها ديك الكره ديال التمر اللي درت فيها حتى هي 10 غرام،
وغادي نحاول نديرها في الوسط كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نكورها بحال شكل غريبة. صافي، غنبقى غادا بنفس الطريقة حتى كنكمل العجين كامل. انا صافي ساليت ديك الكميه كامله اللي درت معكم ديال السميطه وديال السميده، وشاط لي ديك الكميه ديال التمر. هنا صافي غادي نبدا نشكل في داك المقروط. انا عندي هنا هاد الطابع وكيكونوا معاه هاد الريوس. هاد الطابع كيسهل الخدمه بزاف، ممكن يكون معاهم دوك الريوس، كيكونوا معاه شي 6 الريوس تقريبا، 6 الاشكال، المهم الشكل اللي بغيتو كديرو. صافي، كناخدها كندهنها بشويه الزيت غير في الاول فقط، ما كنعاودش ندهنها باش هكا ما كتلتصقش ليا. وغادي نبدا نشكل فيها بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. غنحاول نضغط عليها، غادي نضغط على داك المقروط مزيان حتى تتبان لي ديك الزواقه ديالو. صافي هكا، غير ملي تبغيو تهزوه بحال هكا تهزوه غير بشويه هكا باش ما يتخسرش لي داك الشكل ديالو. ولا من الافضل ديروا هكا تكوروا دوك الكرات كاملين وتسطوهم شي بلاطو، وغادي تبقاو تضغطوا عليهم وتخليهم في المكان ديالهم. هكا افضل من نبقاو تحولوا من بلاصه لبلاصه حيت هو كيبغي حتى ينشف عاده يتقلى. صافي، غنبقى غادا بنفس الطريقه حتى كنكمل ديك الكميه اللي درت كامله، وغادي نخليه واحد ساعه ولا ساعتين قد ما خليته احسن. انا خليته هنا غير ساعه ونص وبديت كنقلي حيت كيبغي واحد حتى ينشف مزيان عاده يتقلى بحال شكل شباكيه. انا حطيت زيت حتى سخنات في المقلاة مزيان، كنت مجهده للعافيه في الاول، وملي سخنات غادي نديرها على عافيه تكون متوسطه، يعني ما مجهده بزاف ما منقوصه، باش هكا داك المقروط ما يتحرقش. حيت كيف ما كتشوفوا معايا راه ما تيطلعش لفوق وفوق الزيت بحال شكل شباكيه، حيت كيكون ثقيل كيبقى فوق القاع تاع المقله. هاو هكا مره مره كنبقى نحركه باش ما يتحرقش من التحت. صافي، وغادي نخليه حتى يبدا حتى ياخذ واحد اللون كيتحمر من الاسفل عاد كنقلبه. صافي، هنا ملي بدا كيتحمر داك المقروط، صافي غادي نقلبو على الوجه ديالو، وغادي نبقى كل مره كنحرك كنبقى مستمره بالتحريك باش ما يتحرقش من الاسفل. صافي، غادي نقلبو كامل هذوك كاع دوك اللي تحمروا ليا غادي نقلبهم. هنا صافي، من بعد ما تحمر داك المقروط عفوا، وخذ داك اللون كيكون ذهبي، يعني ما تحمروش بزاف فوق القياس، وما تخليوش هكا يكون ابيض ولا اصفر، يكون هكا الحموريه ديالو متوسط ما بين. انا هنا راه ما بانش اللون ديالو مزيان مع الشعاع ديال الشمس ديال الشرجم. صافي، من بعد ما كنحيدو هكا من المقله مباشره كنغطسو في الزيت. هنا من الافضل العسل اللي كيدار في المقروط يكون هكا خفيف شويه، انا كان عندي غير هذا ديال الشباكيه هو اللي استعملت، ماشي مشكل كتبقى نفس النتيجه، غير هو كيف يفضل انه ديروا ليه هكا عسل يكون خفيف شويه. صافي، وغادي نديرو في داك العسل، وغادي نخليه ساعتين ولا ثلاثه قد ما جلس في داك العسل كيكون احسن. هنا من بعد ما طيبته كامل درته في داك البول ديال العسل، غادي نحاول نزيد عليه العسل من الفوق باش هكا يتغمس في داك العسل كامله، ما يبقاش داك الفوقاني يعني هكا ما فيش العسل. وغادي نخليه هنا مرقد واحد ساعتين تقريبا، عاد نديرو عاد نحطو في شي صفايه ونخليه حتى يقطر عاود مزيان على خاطره عاد نجمعو.